السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل السمك الفيليه المشوي في قلب الفرن ان شاء الله بطريقة بسيطة، وان شاء الله يعجبكم. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. انا عندي هنا سمك فيليه، وعندي جزر مبشور، وعندي قرنين فلفل، وطبعا السمك قطعته التقطيع اللي تعجبك، وطبعا شطفته بالخل والليمون، وطبعا التنظيف اللي احنا عايزين نتنقع شوية، وعندي راس ثوم وعصير ليمونة ومعلقة هريسة فلفل، ونشوف مع بعض هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول حاجة انا جبت البولة، وهنحط فيها معلقة هريسة الفلفل، فلفل بقى ممكن فلفل حار، ممكن فلفل حامي على قرن فلفل رومي عشان مبقاش حراق. عايزة تحطي حامي؟ انا حاطة هنا فلفل حامي يعني معلوش فلفل رومي، والعصير ليمون، وهنحط راس الثوم، ثوم مهروس معلقتين كبار، وهنقلب مع بعض. وطبعا حلاوة السمك طبعا ما بيحلاش غير الكمون، السمك اساسه الكمون والملح، انا ما بحطش اكتر من كده. تزودي الكمون شوية وحبة ملح، ونقلب بقى الخليط مع بعضه. وطبعا الاكلة دي يا جماعة خفيفة جدا للي عامل ريجيم، وهي صحية جدا، ما فيهاش طبعا دهون، وطريقة بسيطة، وان شاء الله نشوف مع بعض. طبعا حطيت كده انا الكمون والفلفل، وهنحط نزود عليه ايه؟ نحط عليه روزماري. عندي زعتر حط، انا مكنتش بستعمل روزماري ولا الزعتر، بس بيخلي الاكل ليه طعم حلو تاني. فطبعا لو انت ما عندكيش او ما تحبوش مش مشكله. هنحط هنا السمك وندبله كويس مع بعض. هلبس بقى الجوانت عشان احاول اقلب براحتي. هناخد بقى من الخليط كله يتقلب كده مع بعضه. وطبعا الاكله دي سريعه ما بتاخدش وقت، وطبعا ما فيهاش زيوت ولا حاجه، فتبقى خفيفه على المعده، وما تاخدش بالكتير 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 نص ساعه في قلب البوتاجاز. دبلناه كده كويس مع بعض، هنسيبه ونشوف بقى الخطوه التانية ايه. نشوفها مع بعض، هنعمل ان شاء الله النهارده السمك، وهنعمل طبعا طريقه الرز ان شاء الله. يلعب بقى الجوانت عشان نشتغل براحتنا. هنجيب بقى بوله تاني، ونحط فيها الحشو اللي احنا هنحطه في الصينيه من تحت. عندي هنا انا جايبه حزمة كزبره مقطعاها، وعندي جزرتين مبشورين، وقرن فلفل حراق، عندي فلفل رومي برضو. حطي، هنحط بقى بعد كده، نحط طبعا اساسي، طبعا هنحط نقلل ده كله مع بعض، بس هنحط معلقه برضو كمون، ونزود الكمون شويه، السمك قلنا بيحب الكمون، ونحط حبه ملح. طبعا مش هنحط ملح كتير عشان احنا ايه برضو حاطين في قلب الخلطه ملح، بس بنحط في قلب الخلطه اللي من تحت ديت ملح، عشان طبعا لما يتاكل تكون حقيقه وطعمها حلو. قلبنا كده كل ما عود، نجيب بقى الصينيه احنا هنحطها فيها. هنحط بقى في الصينيه، نقطع بصلايه طرنشات، هرصها في قلب الصينيه. طبعا كده كل ده حمايه للسمك، وفي نفس الوقت بيبقى البصل ده بيبقى طعمه جميل جدا مع الحشو اللي احنا هنحطه. طبعا مش هنحط طماطم خالص، احنا قلنا الاكله دي مش هنحط فيها طماطم ولا اي حاجه تبقى صحيه، عشان ولا تحمي على الصدرك ولا اي حاجه، اكله صحيه، اكله بسيطه جدا، مفيهاش املاح، مفيهاش اي حاجه. هنا انا مقطعه بطاطسيه ترانشات. هنحط بقى الاول الخضره بالجزر بالفلفل، طبعا حزمه الكزبره، الكزبره مش بقدونس، الكزبره بيخلي ريحتها حلوه. كده جملنا الصينيه كلها وفرشناها. هنحط بعد كده البطاطس، بطاطس طايه ما تكتريش، بطاطس مقطعه ترانشات، هرصها بقى في قلب الصينيه. وطبعا جربوا الاكله دي ان شاء الله تدعولي، خفيفه وجميله جدا وطعمها حلو قوي. بصينا كده البطاطس مع بعض. هنجيب بقى السمك اللي احنا ايه دبلناه، بس الاول نحط معلقتين ده زيت زيتون يا جماعه، الزيت الزيتون دوت جميل جدا وخفيف، ما حطناش بقى زيت تاني، احنا قلنا الاكل صحيه ومفيده. كده بقى هنرص السمك بعد ما دبلناه. عايزه بقى تقطعيه مثلا، تقطعيه قطع، تقطعيه كده زي ما هو السمكيه كده. طبعا السمك عند بتاع السمك، في سمك طبعا انواع، في سمك انا جايبه الكيس ده صراحه جايباه ب50 جنيه، في بقى سمك بيبقى عنده فلي تاني غالي، عايزه تجيبي من السمك المتلج مفيش اي مشكله. كده هنحط بقى الخليط، تمام كده. طبعا انا مولعه الفرن سخن كويس قوي، هدخلها جوه الفرن ونشوف بقى هنعمل الرز ازاي مع بعض.
هنحط بقى طرنشات قوطه كده، طرنشات معلش ليمون، احنا طبعا مش هنكتر عشان حاطين ليمون في قلب الخلطه كلها. تمام كده ندخلها الفرن بقى. هنا عندي طبعا جبت الحله وحطيت فيها شويه زيت، وقطعت طبعا بصلايه، انا قطعتها البصل بتاع السمك بنخرطه يكون التقطيع كبير، ما بيبقاش التقطيع الا بصل رفيع، لا بنقطع البصل تكون تقطيعه ايه البصل خرط كبيره عشان يبان في قلب الرز ويبقى حلو. الزيت بقى يسخن ونحط في قلب البصل، وفي تكايه بسيطه هنحطها في قلب الرز بتخلي طعم الرز حلو قوي، وان شاء الله نشوف مع بعض. احط البصل بقى بعد ما الزيت سخن، اقلب فيه تقليبتين، اقلب فيه شويه كده ما يدبن واحولكوا اللون بتاعه. بعد كده نحط اللون ده كده كده حلو. انا حطيت كده معلش معلقه السكر، انتوا ما خدتوش بالكم، معلش الكاميرا ما جابتهاش، حطيت معلقه السكر اللون ده كده بالظبط، احط معلقه السكر واسيبه يتكرمل مع بعضه شويه كده لغايه ما يغمق كده، غمق اهو. وهنحط بقى ايه الميه عليه، انا عامله كوبايتين رز وحط عليهم كوبايتين وشويه ميه، كوبايتين وربع ميه، يغلوا بقى ونحط بعد كده الرز، نسيب بقى الميه تغلي، نحط بعد كده الرز اول غلو ونوطي عليه، نحط بقى الرز كده ونقلبه ونحط حبة الملح، واول ما يغلي الرز في المية هنروح موطين بوتاجاز خالص. وادي يا حبايبي طلعنا السمك الجميل، مش قادرة اقول لكم الجمال والريحة والروعة. عملنا بقى شوية سلطة وقلينا شوية السمكتين دول عليهم، وادي الرز الجميل والريحة بتاعته الجميلة. وتفضلوا معانا ويا رب يعجبكم، ونتقابل في أكلة جديدة من أكلات تيتا نونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.